حفلنا الكريم تحظى مدينة الطائف بمكانة مهمة وإرث تاريخي عريق، وإذا ذكرت الطائف ذكر معها عبق التاريخ والسنين الخوالي، ولتوحيد المملكة قصة تاريخية ارتبطت بالطائف ارتباطا وثيقا بحسب المصادر التاريخية المعتبرة، وتعود أحداث القصة إلى رغبة مجموعة من أهالي الحجاز رفع مقترح لجلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، يتضمن تغيير مسمى مملكة نجد والحجاز إلى مسمى المملكة العربية السعودية. وبنزول جلالة الملك المعظم عند رغبة المخلصين من رعاياه بتوحيد أجزاء المملكة تحت لقب واحد يدل على التضامن والوحدة، فقد صدر النبأ البرقي من جلالته بتحويل اسم المملكة وجعلها المملكة العربية السعودية، وأصبحت هذه الذكرى يوماً وطنياً تحتفل به المملكة من كل عام تخليداً لذكرى توحيد المملكة في كيان واحد. حول هذه القصة وما دار حولها من آراء تاريخية مهمة يطيب لجامعة الطائف ممثلة في مركز تاريخ الطائف أن تقدم لكم ندوة بعنوان الطائف منطلق إعلان توحيد المملكة العربية السعودية، يقدمها كلا من معالي الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الله السماري الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز، وسعادة الأستاذ بندر ابن عبد الرحمن ابن معمر، ويديرها سعادة المشرف على مركز تاريخ الطائف الدكتورة لطيفة العدواني. نستمع وإياكم إلى محاور هذه الندوة، فليتفضل ضيوفها بالصعود للمنصة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم جميعاً في هذه الندوة الكبرى التي تستضيفها جامعة الطائف ممثلة في مركز تاريخ الطائف بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز، والتي تأتي برعاية كريمة من لدن
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حفظه الله ورعاه، وبإشراف ومتابعة من رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري حفظه الله. وتأتي هذه الندوة التاريخية المهمة الموسومة بعنوان الطائف منطلق إعلان توحيد المملكة العربية السعودية، لتسلط الضوء على أهمية المكان التاريخي وإسهامه في تكوين هذه الدولة كغيره من مناطق المملكة العربية السعودية. وتتشرف هذه الندوة بمشاركة كريمة من معالي أمين دارة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الله السماري حفظه الله، المؤرخ الكبير المسؤول القدير الذي سخر حياته وفاء للتاريخ الوطني، وهو الأمين العام لمركز الدراسات والوثائق في الخليج. سيرته الذاتية حافلة ومليئة، ولكن سنحاول اختيار بعضها إن سمح لنا. هو الأمين العام لمركز الدراسات والوثائق في الخليج العربي، ومستشار في الديوان الملكي، والمشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ويشرف على العديد من مراكز البحوث والدراسات المختلفة، ويرأس تحرير مجلة الدارة. يشغل أيضاً عدة عضويات أهمها هيئة التراث وهيئة تطوير بوابة الدرعية ونادي الإبل والمتحف الوطني ومجمع الملك عبد العزيز المكتبات الوقفية وغيرها الكثير الكثير. حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، أشهرها وأهمها وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى. والآن نبدأ وتبدأ ندوتنا مع الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز أستاذنا الدكتور فهد السماري، فليتفضل مشكورا. شكرا دكتورة لطيفة، وشكرا للجميع. في الواقع قبل أن أبدأ أود يعني أقدم الشكر والتقدير لأخي وزميلي الأستاذ الدكتور يوسف عسيري. وحقيقة يعني ما شهدناه اليوم الصباح يدل دلالة واضحة على شيئين. الشيء الأول أن لدينا قدرات تستطيع أن تعبر وتستطيع أن تبدع وتستطيع أن تقدم، والشيء الثاني هو الأهم، لدينا قدرات تستطيع أن تؤثر، والتأثير منطلق من الإبداع. فأسجل يعني امتناني وإعجابي بما شاهدناه اليوم في كل الفقرات التي يعني اطلعنا عليها، ولا شك أن هذا يدل دلالة واضحة على عمق العمل الذي يتم في جامعة الطائف. وأنا أدعو يعني زميلي الأخ دكتور يوسف أن يمتد بهذا الإبداع مساحة أوسع لكي يطلع عليه الجميع من الطائف وخارج الطائف، لعل في قادم الأيام يتم فسح المجال أمام هذا الإبداع ليكون متاحا، لأنه إبداع مشرف في الحقيقة. شيء ثاني الذي أود أن أتقدم فيه بالشكر للزميلة دكتورة لطيفة عدواني على متابعتها الحثيثة وعلى اهتمامها وحرصها، وعلى الزملاء أعضاء اللجنة العلمية في مركز تاريخ الطائف، اللي في الواقع أنه أصبح المركز نشيطاً وحريصاً على أن يكون في مقدمة المرجعيات التاريخية في الطائف. وهذا لا يعني أن يكون المرجع التاريخي للطائف أن لا يكون هناك رأي أو يكون هناك مشاركة فردية أو أعمال جهد ذاتي معين، وإنما يوجه يدعم يحفز يمكن، وليس اقتصاراً على المركز وأعماله، وإنما هو مفتاح لجميع الأعمال الأخرى وجميع الإبداعات الأخرى في الكتابة التاريخية في منطقة الطائف عموماً. قصة إعلان توحيد المملكة العربية السعودية، عندما جئت الطائف، عندما الدكتور زميلي أستاذ الدكتور يوسف طبعاً هو الصيدلي كما تعرفون، ويحرص على المكونات الدقيقة للشيء وفق الاختصاص، بعث فينا كمؤرخين هذا الاتجاه أيضا، بأننا لماذا لا نتجه إلى دراسة العناصر الدقيقة لتعطينا التركيبة الصحيحة للحدث. وهذه منهجية علمية ليست مقصورة على ساينس معين ولا طب ولا صيدلة،
ولكن دكتور منهجية المعتادة والتي نرى اليوم أثرها بفضل الله ثم جهوده وجهود زملائه وزميلاته، أننا أمام يعني حدث معين حدث في الطائف ولم يعطى حق من الاهتمام والعناية. عندما يكون الحدث المهم مؤثرا في مسيرة معينة، دائما الناس ينظرون إليه النظرة الكلية الشاملة ولا يعملون نوع من الغوص في داخل هذا الحدث، لأنهم يعتقدون سلفا أن هذا هو ما حدث انتهى الأمر. ولذلك تأتي الاجتهادات وتأتي التفسيرات، وكلها في رأيي الشخصي اجتهادات يجب أن يعني تحترم ويجب أن تقدر، لأنها تنم عن محبة للوطن وتنم عن حرص بمشاركة في الحدث الوطني. إن كان ذلك الحرص يتفق مع الأحداث فالحمد لله، إذا لم يتفق فالنية والمحبة يجب أن تقدر وليس حقيقة الحدث كما حدثت. لذلك عندما اجتمعنا في الطائف منذ عام تقريبا وتحدثت مع الزميل الأستاذ دكتور يوسف، فقلت له نريد أن نعمل ندوة لعمل صيدلاني مدقق مرتب في موضوع إعلان توحيد المملكة، وجاءت هذه الندوة بترتيب من المركز مشكورا والزملاء في اللجنة العلمية، وأيضا إلى يميني الزميل الأستاذ بندر معمر هو ليس في التاريخ، ومن هنا جاءتنا الصيدلانية القوية المنهجية التي تقول بأن من لديه إبداع وتفكير فأهلا به طالما أنه يقوم على الدليل. هذا هو المعيار، مثل ما تريد أن تركب دواء معين كما تعلمت من الدكتور يوسف يجب أن تكون أيضا منهجيتك الكيميائية واضحة والمعادلات واضحة وما إلى ذلك. الأستاذ بندر اهتم وحرص، ولذلك تكاملنا اليوم في العرض، فنحاول أن لا نكرر بعض، ولكن يعني نقدم نوع من قبل أن نفهم موضوع الإعلان، أولا لابد نأخذ النظرة الشمولية الكاملة في تطور الحدث. تطور الحدث بدأ بحلم تحقق في ذهن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود. التاريخ إذا لم نعش فترته التي كان فيها الحدث لا نستطيع أن نفهم الحدث بشكل كامل. فعندما ذهب الملك عبد العزيز مع والده وأسرته من الرياض إلى الكويت إلى الصحراء ثم الكويت أخيرا، لا شك أنه يريد العودة إلى الرياض، والدليل أنه في الكويت كان يسأل كل من جاء من الرياض ما هي الأخبار ما هي الأمور في هذه العشر سنوات التي قضاها بعيدا عن مدينته وحلمه. نجد أن البداية بدأت من تجربة شخصية بمعاونة أسرية فردية أخرى، اختار الرجال من حوله من أبناء أسرته، واختار من رجاله الذين لا يتراجعون وإنما يقدمون ولديهم هدف محدد. هذا الهدف هو استرداد الدولة السعودية. بعدما عندما ننظر لكلمات الملك عبد العزيز حتى في عبارته التي أمامكم على الشاشة، سرنا ومعنى أرزاقنا، يعني بلغة مبسطة. طبعا سبق هذا الكلام أنه حاول يعني مع القبائل الأخرى أن يعني يصل الرياض، لكن وجد أن الضغوط التي عليه أقفلت عليه التمويم الحسا، سحبت الناس من حوله، فقرر أن يتجه إلى الخفاء، واختار أصعب مكان في المنطقة الجزيرة العربية كلها، أصعب مكان الذي إذا دخلته سيعتقد الآخرون أنك انتهيت ولن يعرف عنك أحد، لأنها ليست في طريق تجارة ولا طريق مارة، هي الجافورة. الجافورة رملتها بيضاء، جزء من أطراف الربع الخالي، قاسية جدا، فيها رجال أشاوس وأسر وقبائل معروفة، قبيلة معروفة بحكمتها وبتعاملها مع الصحراء. هذه الصحراء الجافورة جلس فيها تقريبا أكثر من 50 يوم حتى انتهى موضوع أن أحد يفكر
من الأعداء أنه سيقوم بعملته إلى الرياض. ثم بعد ذلك في آخر شعبان مشى مع رجاله في الليل وينام في النهار. هنا الخطة استراتيجية، لا يريد أن يؤذي أحد، يريد أن يتجه إلى الرياض إلى الحاكم الذي اغتصب الحكم وينهي الموضوع، لا يريد أن يعني ينشئ معركة مع المدينة ويذهب ضحايا أبرياء. انتهت القصة كما تعلمون. بعد ذلك اتجه إلى الخرج واتجه إلى نجد، فأصبح الاسم المتعارف عليه في ذلك الوقت سلطان نجد وملحقاتها بعد دخول الأحساء ودخول حاي. الملك عبد العزيز وهو يستمر في تطور الحدث السياسي على الأرضية الصلبة، لا شك أن اللقب يتغير بتغير الجغرافيا، هذا لابد نفهمها. بعد ذلك دخل الحجاز، ثم رأى نخبة من أهل الحجاز أن يتوجوا الملك عبد العزيز بلقب ملك الحجاز، فأصبح لديه اللقب ملك الحجاز وسلطان نجد ملحقاته. والملك عبد العزيز في طريقه من الحجاز إلى الرياض عائدا وقبل عودته اجتمع الإمام عبد الرحمن بن سعود الصالح بعده، الإمام عبد الرحمن بن سعود والإمام عبد الرحمن الفيصل، وقرروا أن أيضا يغيروا الاسم من سلطان نجد إلى ملك نجد ملحقات. هذا البلاغ أمامكم الذي يشرح فيه كيف تغير إلى ملك مملكة نجد، فأصبح لدينا الجغرافيا اللقب المتفق مع الجغرافيا ملك الحجاز وملك نجد وملحقاتها. هناك من كتب قال أنه ليس هناك ملحقاتها، غير صحيح. ملحقاتها لا يعني القلة، ولكن يعني عدم القدرة على أنه سيكون الاسم طويلا، فهذا السبب في كلمة ملحقاتها. بعد ذلك الملك عبد العزيز كان في الطائف وتحدث مع صحيفة صوت الحجاز. صحيفة صوت الأسلوب حرك يمكن. صحيفة صوت الحجاز سألوا الملك عبد العزيز وقالوا ما رأيك في وحدة البلاد؟ نسميها توحيد البلاد، وحدة البلاد. فقال عبارة مشهورة قبل إعلان توحيد وقبل اجتماع الطائف أن لو عرضت علي الوحدة وفيها خير فأنا أهل يعني مستعد لها وبما يؤدي إلى تحقيقها. ولذلك صحيفة صوت الحجاز أبرزت السبق بعدما أعلن التوحيد، بعدما رفعت البرقيم الطائف، ذكرت صحيفة الحجاز أنه نحن سبقنا بأننا في مقابلة مع الملك عبد العزيز قال كذا وكذا، وكأنه بشر بوجود هذه الوحدة. 17 شخصية التي اجتمعت قوامها ليس الحجاز ونجد فقط، وسأترك الحديث عن تكوينها لزميل الأستاذ بندر معمر، سيشرح لكم تفاصيلها أيضا مما يعني تعرفون. 17 عندما اجتمعوا بعدما وجدوا أن هذا التطور السياسي الذي يعني يمضي ثم كلام ملك عبد العزيز الوحدة أنه لابد من الدمج مملكتين، فذلك اجتمعوا وحرروا البرقية المعروفة والمشهورة. في مذكرات فؤاد حمزة كان يكتب كل ما يحدث، وكان يعني يتابع مع 17، كان هو الشخص الذي يقود العملية باعتبار أنه كان موظفا رسميا أيضا، وال 17 منهم أعيان ومنهم موظفون، وسيتحدث عنهم زميلي الأستاذ بندر بشكل مفصل يوضح لكم يعني هذه الكوكبة ما ماهيتها وكيف تكونت في هذا الرأي. بعدما رفعوا البرقية وجدوا بما أنهم بادروا بهذه المبادرة فبدأوا يكتبون أيضا للأمراء الآخرين في أماطق المملكة كلها ويقولون أننا سنقدم هذه البرقية للملك عبد العزيز، فإذا أنتم تؤيدوننا فأقدموا معنا. الدلالة هنا كأن الذي يحدث هو استفتاء شعبي في الحقيقة. ولذلك بعدما ذهبت برقية فؤاد حمزة إلى الآخرين وأرسل البرقية بأسماء من وقعوها، فبدأت البرقيات تفد إلى الرياض من كل مكان في مقدمة برقية الطائف، فأصبح عامل البرقيات في الرياض يعني منشدها لأنه يستلم برقيتين 13 حسب الظروف في ذلك الوقت، إلا أن هذه برقية بدأت يعني تأتي بشكل كبير من كل مكان في المملكة.
وأصبحت تعرض بشكل مباشر على الملكة بعيد بحكم أيضا طريقة في إدارة الحكم كانت طريقة منظمة مقننة ويعطي وقتا كثيرا للعمل بشكل يعني لا يمكن يوصف يعني في ذاك الوقت. هذه البرقيات عندما اجتمعت أجاب الملك عبد العزيز بإجابته المشهورة وكتب الأمر الملكي الذي صدر، وصدر طبعا في 17 وأعلن أنه في 21 جمادى، لكن أيضا في 23 سبتمبر يكون بعدها بعدة أيام يكون التنفيذ ليس بصدور أمر ملكي، وهذا طبيعي في أي أمر ملكي بأن يحدد الموعد للبدء حتى يكون هناك يعني. هذا الإعلام بحد ذاته عندما يعني تمعن فيه واستجابة الملك عبد العزيز بحديثه السابق وبتطور التاريخي إلى اللقب الذي حدث وهو تطور طبيعي، هناك من خرج وقال أن السعودية شخص اقترح على الملك عبد العزيز أن تسمى بالسعودية. في الحقيقة هذا الشخص نسي أن هذا الاسم ليس جديدا، وتذكر أنه في مخطوطة لبلعبون كان يقدروا يورونها اليوم، ذكر في هذه المخطوطة الدولة السعودية الحنفية، هذا المصطلح في أيام الدولة السعودية الثانية كتب في مخطوط بما يدل ويعكس هذا المدلول من قديم وليس حادثا كما ادعى البعض. ومن الطبيعي أن أسرة آل سعود الأسرة المالكة التي هي بدأت في تأسيس الدرعية ثم الدولة السعودية الأولى ثم الدولة السعودية الثانية ثم المملكة العربية السعودية قيادة مستمرة لا عصبية لا أقليمية لا أسرية لا قبلية، هي أسرة تنشد الأمر الجميع. وعندما بدأت في الدرعية حتى الذين يعني ينظرون أن تأسيس الدرعية حدث عادي يغيب عنهم أن هذه الدرعية كانت في حراك، لم تكن يعني جامدة، أسست يعني أثناء منتصف القرن التاسع الهجري أسست مدن كثيرة مجاورة، لكن هذه الأسرة ترتبط في إرثها أصلاً إلى ما هو أعمق من قبل الإسلام 200 سنة عندما جاءت قبيلة بني حنيفة واستقرت في وسط نجد في حجر اليمامة واحتجروا هذه المنطقة وسميت حجر اليمامة ثم سميت الرياض لاحقا، ثم هم الذين دعوا أسلافهم عندما عادوا مرة أخرى ودعوا أسلافهم إلى العودة إلى الدرعية وبناء الدرعية. فحراك هذه الأسرة هو حراك تأسيس دولة، وأصبحت الدرعية بمثابة المدينة الدولة، مثل ما يعني في التاريخ الأمم الأخرى تبدأ بمدينة ثم تكبر لتصبح دولة. فرق بين مدينة تحكم ذاتها وتحافظ على يعني على سوارها ولا أحد يأتيها، لا تستطيع ولا تفكر أن تمتد خارج أسوار هذا المكان. الأمر الآخر أنه الملك عبد العزيز عندما كان في مخاطبة مع نبيه العظمة وهو رجل من المناظرين السوريين كتب كلام جميل جاءت في أيام معدودة بعد إعلان الوحدة توحيد المملكة وبعدما صدر الأمر الملكي. في الخطاب إذا كان يعني بالإمكان أن تشوفونه على الشاشة كان موجه يعني قال كلام ممكن نعتبره نوع من التعبير للملك عبد العزيز عن ماذا يرى في هذا الإعلان، من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى الأخ المكرم نبيه العظمة سلمه الله السلام عليكم، وصلنا كتابكم 20 كذا وشكرنا همتكم ومساعيكم. ملك عبد العزيز يتكلم معه في موضوع سوريا وموضوع العرب يريد أن يصلح شأنه، وهذا المأمول فيكم يشجع فيه، أحوالنا من فضل الله جميلة وتسركم، ولا بد بلغكم خبرا إعلان توحيد المملكة، ولا شك أن هذا سيكون مسرا لكل من يسعى لتوحيد البلاد العربية. هو يضع هنا نموذج ويبلغ هذا المناضل العربي أنه إذا العرب ساروا في هذا الطريق فالأمة بخير، وإن شاء الله تواصلون بأخباركم السارة. حتى في هذا الرسالة البرقية العادية لم ينسى الملك عبد العزيز هذا الإعلان، تحدث عنه وتكلم بكلام واضح في أهميته إقليمية محليا وإقليميا، مما يدل على من
حديث الملك عبد العزيز مع صوت الحجاز وحديثه دائم على الوحدة العربية كلها تنبئ عن أن المملكة العربية السعودية نموذجكم. وأي عاقل فينا وأي إنسان يرى الأحداث التاريخية في الأمة العربية مر عليها أنماط متنوعة من الفكر، فكر حزبي، فكر دكتاتوري، فكر سمى ما تشاء استعماري. ما الذي نتج؟ أوضاع تتأرجح بين سوء واعتدال أحيانا وسوء واعتدال، وليس هناك استمرار في مسألة الدولة والحكم. المملكة بحجمها الكبير وبفضل من الله عز وجل ثم قيادتها ثم شعبها رجالا ونساء سارت منذ بداية الدولة السعودية في عهد الإمام محمد بن سعود 1139-1727 عندما تولى أمارة الدرعية، وضع حدا للاختلاف، جمع أطراف الدرعية مثل ما نرى اليوم في جمع إعلام مملكتين. سقطت بفعل الأعداء الذين رأوا أنها ستشكل خطرا على الأمة الإسلامية من منظور ضيق في دولة ضيقة الأفق هدفها الاستيلاء والاحتلال وليس مصلحة العرب والمسلمين. وأي دولة عربية ولا منطقة عربية احتلتها الدولة العثمانية من يقارعني الرأي ويقدم لماذا قدمت له الدولة العثمانية في تقدم شعبها؟ هذا لا يعني أن الدولة العثمانية سيئة في كل شيء، هي دولة مسلمة ولكنها لم تأخذ مقدام أن تنور العرب وتطور المسلمين بشكل يعطي قيمة للعرب والمسلمين. هي أخذت هذه المناطق كاستحلاب وكاستئثار وكمكانة اسمية. حتى في الحجاز لم يحج سلطان عثماني ويتقدم الحجاج، يكفيه الاسم. هذه ليست دولة تنشد الاستقرار العربي والإسلام. المملكة العربية السعودية بامتدادها العريق من الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية واليوم استمرار دلالة على نبض الشعب، إعلان توحيد المملكة، استفتاء شعبي من كل مكان، كل يريد يقول أنا الذي بدأت، هذا يكفيك أنه يعبر عن رغبة شعبية قوية بغض النظر عن الحقيقة التاريخية من بدأ. حتى 17 اللي بدأوا في الطائف هم يمثلون الجميع، لا يمثلون أنفسهم فقط، هم يمثلون الجميع وهم نبض لهذا الجمع. والطائف عندما أصبحت وتشرفت بهذا الحدث هي أيضا قدمت نموذجا في أن تكون منطلقا لإعلان التوحيد. بعدما رفعت البرقية وجاءت الإجابة من الملك عبد العزيز وصدور الأمر الملكي، نزل الأمير فيصل في ذلك اليوم إلى مكة وكتب فؤاد حمزة: ونزلت متأخرا في الليل استعدادا ليوم الغد لإعلان التوحيد في الحميدية في دار الحكومة في مكة المكرمة. الملك عبد العزيز أعلن ملكيته الحجاز أمام باب الصفا، حتى ملكية نجد في مكة والمملكة العربية السعودية في مكة. ثم بعد ذلك توالت الاحتفالات، كل يبارز أخاه وأخته ويقولون نحن أولى بها، نحن أولى بالفرحة، نحن أولى بالسرور. وأصبحت النبض في كل مكان في المملكة، ويحق لكل مواطن في أي منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية أن يقول أنا بدأت، يحق له. لكن التاريخ مثبت ومسجل وهو يمثل الجميع ولا يمثل فردا عن آخر. وهذا دلالة قوية جدا على أن المملكة العربية السعودية تسير برجالها ونسائها، تتناغم مع رؤية شعبها، تتناغم مع إمكاناتها، تتناغم مع أهدافها التي بدأتها منذ أكثر من 300 سنة. لا تتغير إلا في شيء واحد، فيما يخدم الناس، فيما يخدم المجتمع، فيما يباري هذا المجتمع بغيره. لا تتغير إلا بالعفو والعطف إذا كان هناك شيء أسيء لهم، وأنتم تعرفون أمثلة كثيرة في التاريخ. المملكة مملكة قادرة على استيعاب الشيء لأنها مثابة الأب الكبير والأخ الكبير لجميع الدول العربية. لو أخذنا شريطا سينمائيا لمن تهجم على المملكة منذ قديم الزمان، منذ أن بدأت الدولة السعودية الأولى وبدأ العثمانيون بوسمها بالوهابية
وتحريض الآخرين، وهم يعلمون في قراءة أنفسهم أن هذا غير صحيح، ولكن من باب السلبية التي تصنع أمامه، إلى درجة أنه عندها دخول المدينة ضج العالم بأن السعوديون هدموا قبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا مفتي مصر الشيخ المراغي. ما غير مفتي مصر يأتي ويسهل له الملك عبد العزيز كل شيء، تفضل، ويزور المدينة ويرى شيئا مختلفا. نحن بحاجة إلى أن نقف بشموخ. لدينا بلد عريق ممتد في جذور من الدولة الإسلامية الأولى، وليس لا بل ممتد أعمق في تراث العربي القديم. لدينا قيادة مستمرة من العمق من أكثر من 300 سنة بل أكثر. لدينا شعب متجذر في هذا المجتمع وبنى عمره في هذا المجتمع ملتف حول هذه القيادة وحول هذه المبادئ. لدينا مملكة تستطيع أن تعيش إلى أجيال وأجيال بفضل الله عز وجل، ثم قيادتها، ثم الشعب الذي هو يغذي شرايين هذه المملكة بالعطاء بالإبداع بالتكاتف بالتلاحم، ويكون قاعدة صلبة أمام كل من يحاول أن يوجد إشكالا فيها. وسبق أن تحدثت عن أختم بها، وهي دائما أتكلم فيها صراحة، لأن الملك عبد العزيز هو من قدمها مثالا لعباس العقاد، وقد يكون بعضكم مل من تكرارها، ولكن سأوجزها بشكل سريع. عندما يكون لديك أصل، وهذا الأصل قوي ويقدم لك كل شيء، وأيضا يعني ناجح في كل شيء ويتجاوب مع الأشياء ومع الظروف، ثم يأتيك من يحاول أن يزعزع هذا الأصل بإغراء وبشيء أجمل ولكنه كلام سراب، فهو مثل قصة التي أوردها الملك عبد العزيز مع عباس العقاد في رحلته على اليخت من جدة إلى السويس، عندما قال عن المنار التي كانت هناك بلدة تعيش باستقرار بسبب هذا المنار. لديه وظيفتين، وظيفة الأولى أنه يعني يقدم إنارة للسفن تأتي إلى هذا المكان في الليل، فيأتي يكثر تكثر السفن وتكثر الحركة الاقتصادية. والوظيفة الثانية أن فيه مغناطيس، إذا كانت هذه السفن تريد أن تهاجم سوف تمسك بهذه السفن القادمة وربما تؤثر فيها. المدن الأخرى أصبحت في غيرة وحيرة، كيف تريد أن يعني تقوض هذه المدينة حتى تعيش هي في سلام؟ لماذا هذه فقط الوحيدة؟ وأرسلوا ناسكا عاش بينهم مدة من الزمن، وأقنعهم بأنه الرجل الأمثل ورجل المرجع والرجل الصادق الأمين. وعندما استأمنوه وحس بأنهم استأمنوه، تكلم في يوم الأيام في مسجد مع جماعته وقال: أنا رأيت رؤيا ولكن لن أقولها لكم، لأنني لو قلتها لكم أنا لا أريدكم أن تفعلوا شيئا فيها. حفزهم، ما هي هذه الرؤية؟ كل يوم يسألون، يعني كأنه يريد السيناريو أن يجذبهم أكثر، إلى أن ضغطوا عليه: حدثنا عن هذه الرؤية. فقال لهم الرؤية أن هذا المنار تحته كنز من الذهب سيغنيكم عن كل هذه السفن كلها، ولكن أنصحكم ألا تزيلوا هذا المنار. وهو يكذب. فذهبوا إلى أميرهم وقال: أنتم مجانين، أمامكم أصل وعيشكم مستقر وأموركم ممتازة، تتجهون حلم لا تعلمون، ما تصدق ما عدم صدقه؟ قالوا: لا، أنت هذا ناسك كبير ونثق فيه. فهدموا المنار وانتهى الاستقرار وعادوا إلى الظلام. الملك عبد العزيز أراد أن يرسل رسالة في هذه القصة لأديب كبير بمقام عباس العقاد، أن العرب لديهم أصل في وحدتهم، ولديهم قدرة باللغة بالدين بكل شيء، بالعادات بالتقاليد بالثقافة، ولكنهم يرمونه بعيدا ويتجهون إلى الإغراء الذي يأتي من كل مكان. فلذلك دعونا نلتف أكثر حول هذا منار، منار المملكة العربية السعودية، ونصبح أكثر في تأكيد أهمية هذا الإعلان الذي ارتجت في أرجاء المملكة الأصوات السعودية المؤيدة له. أحببت مشاركتكم بهذه الإطلالة السريعة، وأشكر لكم إنصاتكم. نشكر للأمين العام لدارة الملك عبد العزيز حديثه الماتع عن أهمية الطائف تاريخياً.
في كونها منطلق إعلان توحيد المملكة العربية السعودية، وكعادة الخبير أيد ذلك بوثائق تاريخية مهمة وقيمة. اسمحوا لي أن أنتقل لضيفي الآخر، وهو سعادة الأستاذ بندر بن عبد الرحمن بن معمر، للحديث عن هذا الموضوع، وهو المتخصص والباحث في التاريخ السعودي. تقلد عدة وظائف قيادية في عدة من المؤسسات والشركات، له العديد في رئاسة وعضوية مجالس ولجان متعددة من القطاعين الحكومي والخاص، رئيس وفد رجال الأعمال لزيارة العديد من الدول الشقيقة والصديقة، عمل مستشاراً لبعض الهيئات الحكومية، وأسهم في تقديم مجموعة من الدراسات لعديد من الجهات الرسمية والأهلية والمؤسسات الخيرية والاجتماعية. له العديد من العضويات في العديد من الجمعيات، من أهمها جمعية تاريخية سعودية. كاتب رأي يهتم بالشأن العام، له العديد من المقالات والأبحاث المنشورة والمؤلفات، وهو رجل أعمال سعودي، ولكن أعماله لم تشغله عن بحثه وعطائه التاريخي حباً لهذا الوطن. فليتفضل. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله معالي الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الله السماري، سعادة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله عسيري، أصحاب السعادة، الأخوات والإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التاريخ له رهبة، خاصة حينما يكون في معقل من معاقل العلم وبحضرة أمين التاريخ وأساتذته والباحثين والمشتغلين به. وأيام الوطن ليست كسائر الأيام، أيام نستذكر فيها تاريخ الكيان وبطولات الإنسان وتضحيات الآباء المؤسسين وما قدموه في سبيل وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، سائلين المولى القدير أن يجزل مثوبتهم ويرفع درجتهم ويجزيهم خير الجزاء. وأول أولئك هو أبو الأمة، موحد الكيان ومؤسس الدولة عبد العزيز، الذي نالت به شرفاً بنو نزار وعزت منه قحطان، مقدم في المعالي ذكره أبدا، كما يقدم باسم الله عنوان ملك تجسد في أثناء بردته، غيث وليث وإعطاء وحرمان، خبيئة الله في ذا الوقت أظهرها وللمهيمن في تأخيرها شان، ودعوة وجبت للمسلمين به، أما ترى عمهم أمن وإيمان. نحن اليوم نسعى لاستجلاء الحقائق من خلال استنطاق الوثائق بحثاً وتوثيقاً في جانب مفصلي من تاريخنا الوطني الحديث، الإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها المملكة العربية السعودية الذي كانت بدايته من الطائف. سأبدأ مما ذكره معالي الدكتور فهد عن الحديث النادر، الحديث الصحفي الذي أدلى به الملك عبد العزيز للأستاذ محمد صالح نصيف صاحب جريدة صوت الحجاز تحت، ونشره في العدد 23 الصادر يوم الاثنين 11 جماد الأولى 1351 12 سبتمبر 32. تحدث فيها الملك المؤسس قبل حوالي 10 أيام من إعلان توحيد البلاد عن عدد من القضايا، ومن أهمها موضوع الأمن وموضوع الوحدة ووحدة العرب. بعد 10 أيام تحديداً في الساعة 9 من صباح يوم الخميس الأول من الميزان، ومن دار الحكومة في قصر الحميدية في مكة، أعلن الأمير فيصل نائب الملك في الحجاز عن ميلاد المملكة العربية السعودية رسمياً،
وذلك بتلاوة الأمر الملكي رقم 2716 المتضمن موافقة الملك عبد العزيز على تحويل اسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية. أطلقت المدفعية 101 طلقة تحية لذلك اليوم المجيد. الأمير فيصل وصل إلى مكة مساء الأربعاء محرماً بالعمرة، أدى العمرة آخر الليل. عبد الله الفضل وفؤاد حمزة وهما من أعضاء المجموعة التي عملت على المشروع وصلوا بعد الفجر، وفؤاد حمزة ذكر في مذكراته التي نشرتها دارة الملك عبد العزيز أنه جاءت موافقة الملك على برقيتنا بشأن ترتيب الإعلان عن توحيد المملكة، وكذلك برقية لإبلاغ الذين رفعوا برقيات الاستعطاف إلى جلالته شكره على ذلك وموافقته على الفكرة. أحضرت صورة النظام الواجب نشره، كذلك تعليمات الأمراء في الملحقات مع بيان عن العمل المطلوب. أبلغت المفوضيات حضورياً عن حصول التبديل، يبدو حصل تبديل، وكتبت مذكرة بالنظام لرئيس قلم المطبوعات وبعثت بها للممثلين اللي هم سفراء الدول الأجنبية. قرر القرار على النزول إلى مكة لإعلان هذا الأمر رسمياً. هذه بعض عناوين قصة الإعلان، لكن هناك الكثير من التفاصيل التي تستحق أن يتعمق فيها وأن يتوقف عندها. عادة يعني هذا الموضوع يأتي في سياق أحداث أخرى وفي سياق مجمل وليس دون التعمق في التفاصيل، وأنا لم أطلع، أنا بحثت لم أطلع على أي بحث علمي في هذا الموضوع تحديدا بشكل يعني شمولي مستقل. أيضا أبطال هذه القصة صناع أحداثها لم يتم توثيق سيرهم للأسف، بل أن المصادر عن بعضهم شحيحة بل قد تكون نادرة. القصد من هذا التمهيد هو تبيان جوانب مهمة لهذه القصة خلفياتها من خلال تتبع المصادر التاريخية. الجريدة الرسمية أم القرى نشرت في العدد 406 يوم الجمعة 23 سبتمبر خبر مفصل في صدر الصفحة الأولى تحت عنوان تحويل اسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية. لو نرجع للسلايد الثاني تقريبا، نعم، تحدثت عن أن مجموعة من الذوات، هذا الاسم اللي أطلق عليهم، رفعوا التماسا، اجتمعوا في الطائف في منزل عبد الله الفضل ورفعوا اتفق رأيهم على رفع التماس الملك عبد العزيز بطلب موافقته على تحويل اسم البلاد إلى المملكة العربية السعودية. وأيضا أمر آخر غفل عنه اللي هو سن نظام للحكم وتوارث العرش. هذه المجموعة ما عمل حقيقة هو كأنه محضر، وليس فقط مقترح أو برقية يعني مثل ما يتردد، هو محضر متكامل ومنشور، وثيقة رسمية منشورة فيها حديث طويل عن الحيثيات وعن الأسباب وعن الخلفيات وعن المقترح وعما يطلبوه من الملك. أنا حاولت ألخصها في هذين الطلبين، وما تم بعد ذلك هو موافقة أيضا يعني عملوا تعبئة أو حملة إعلامية لنشر الفكرة، وذكرت أم القرى هذا الكلام أنه يعني نشر الفكرة في الوطنيين وفي سائر البلاد. البرقيات التأييد التي رفعت إلى الملك عبد العزيز أكثر من 600 برقية، والذين وقعوا أو اللي شاركوا في هذا الاستفتاء مثل ما سماه الدكتور الاستفتاء الشعبي يتجاوز عددهم 5000. أيضا الموضوع رتب، الملك رحمه الله وافق وتم الإعلان مثل ما ذكرنا. تبع ذلك طبعا بس استطراد هذا مبايعة الأمير سعود وليا للعهد، وأيضا مجلس الشورى ومجلس الوكلاء عملوا على نظام للحكم، ونشرت أم القرى أنه كان من 40 مادة وأنه سيرفع للموافقة عليه. هذا الكلام كان بعد عدة سنوات، يعني بعد 3 أو 4 سنوات، لكن النظام هذا يعني تأخر صدوره. فعنا أولا يجب أن ننظر إلى الخلفيات التاريخية والظروف المحيطة، مثل المناوآت، حركات التمرد اللي كانت موجودة، وهذه حتى أم القرى أشارت لها، أيضا الحوادث والأحداث التي سبقت وتزامنت مع هذا الإعلان
محلياً وإقليمياً ودولياً. أليكسي فاسيليف يتحدث عن فكرة الإعلان ويقول كانت تلك من دون ريب خطوة معدة سلفاً من قبل الملك عبد العزيز فيما تولى نائب الأمير فيصل تنسيقها. في جانب متصل، الأمير فيصل في أول مهمة له بعد تعيين وزير الخارجية قام بجولة استمرت 3 أشهر إلى عدد من الدول، إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، وأيضاً وسويسرا وبولندا وتركيا وإيران والعراق والكويت. فؤاد حمزة كان مرافق للملك فيصل، وبحثت العلاقات السياسية. الدكتور عبد الحكيم الطحاوي يشير إلى أن الملك عبد العزيز اطمأن تماماً لمواقف هذه الدول من دولته، وكان ذلك عاملاً مساعداً للفكرة التي قد اختمرت في ذهنه، وكانت أيضاً تراود الغالبية العظمى من رعايا بلاده. ذلك القرار الذي يعتبر من القرارات المصيرية. أيضاً إذا غصنا في أعماق المرحلة، الموضوع هذا لم يكن أمراً شكلياً، ليس تغيير اسم فقط، وإنما كان الملك رحمه الله ينظر إلى بناء الدولة، إلى استقرارها، مثل ما تفضل الدكتور، في خطوات ومراحل كثيرة تمت قبل ذلك، وأيضاً مراحل سنتطرق لها. تزامن هذا الأمر لأنه في عام 49-31 بدأت المسوحات عن البترول والمعادن. تقرير توتشيل أكد وجود النفط في المنطقة الشرقية والذهب في الحجاز. جذب الاستثمارات الأجنبية أيضاً يتطلب استقرار يعني سياسي وتنظيمي وتوحيد للأنظمة. في تلك المرحلة كانت المفاوضات قد بدأت سواء مع الشركات البريطانية أو الأمريكية، وفؤاد حمزة في رحلته هذه أشارت بعض المصادر البريطانية تحديداً عن مناقشته لموضوع التنقيب عن النفط، ووقع الاتفاق في 29 مايو 1933 بعد عدة أشهر من إعلان التوحيد. الشق الدستوري المهم أيضاً الذي يعني يمكن لم يبحث بشكل دقيق هو موضوع نظام الحكم وتوارث العرش، ولم تكن في ذلك الوقت الصورة اكتملت فيما يتعلق بهذا الأمر. أيضاً هذا يقودنا إلى النظر في الجوانب التنظيمية والدستورية التي بدأها الملك عبد العزيز منذ دخوله للحجاز ومهدت إلى هذا الإعلان، إنشاء المجالس، مجلس الشورى الأهلي عام 43 والأهلي الأول والثاني مع اختلاف في التسميات، ثم حنا نتكلم هنا تقريباً عن السلطة التشريعية، رئاسة القضاء، السلطة القضائية، نائب الملك في الحجاز، بداية يعني السلطة التنفيذية، المجالس الشورية، التعليمات الأساسية، هذه كانت مثل الدستور المؤقت. أيضاً الهيئة التأسيسية الاستشارية، لجنة التفتيش والإصلاح، كانت كأنها برنامج إصلاح إداري. ثم في 46 صدر نظام مجلس الشورى ويعيد تشكيله برئاسة النائب العام، وأسس مجلس الوكلاء في 1350 هجري 31 ميلادي. هنا تم استكمال بناء السلطات، ويعني أصبح أيضاً هناك عشرات الأنظمة والتشريعات التي أسست للبناء النظامي والقانوني لعمل الحكومة، لأنه ما كانت الأنظمة كلها موحدة، ولا الممارسات حتى في 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 أجزاء المملكة المختلفة، يعني ليس هناك نظام موحد. هذا البناء الدستوري والنظامي يعني يبين أن الجوانب السياسية والتنظيمية والدستورية أيضاً اكتملت ومهدت للفكرة الكبرى التي هي إعلان توحيد البلاد وتسميتها المملكة العربية السعودية. وأيضاً واضح أنه هذا الأمر يعني لم يكن حدثاً عابراً أو فكرة طارئة، وإنما أمر خطط له بشكل دقيق، وأن الشخصيات الموقعة على الوثيقة أو النظام، فؤاد حمزة يصفه بالنظام، ولأنه فعلاً هو لما يقرأ قانونياً هو نظام، تم اختيارهم بعناية. لذا كان من المهم تحديد من هم هؤلاء الشخصيات، لأنه المشكلة أيضاً أن ما نشر في أم القرى كان يعني أسماء ثنائية، عبد الله الفضل، هناك أكثر من عبد الله الفضل في ذلك التاريخ، وكلهم شخصيات حكومية ورجال دولة،
فكان لابد من تتبع المصادر حتى لا يكون هناك التباس في الأسماء، لأنه حتى بعض الأبحاث خلطت بين بعض الأسماء. لكن المهم أن هذه الشخصيات هم جميعهم شخصيات سياسية، وزارية، شورية، إدارية واقتصادية رائدة. واللافت أيضا مستوى تعليمهم وتنوع خلفياتهم وتخصصاتهم، فيهم اثنين متخصصين في القانون في ذلك التاريخ ويحملون شهادات جامعية، يعني بمستوى اليوم كلهم كانوا يحملون تعليما عاليا. تنوعت خبراتهم من الإدارة إلى القانون إلى التجارة إلى الأنظمة إلى الدساتير إلى المالية إلى الاقتصاد إلى الأمن إلى السياسة إلى العلاقات الدولية إلى الصحافة والإعلام. يعني أنا في تقديري أن اللجنة هذه كانت لجنة خبرات، وليست فقط لجنة يعني اجتمعت وكتبت كلام ورفعته. فأنا حرصت على تتبع سيرهم، توثيقها، معرفة المناصب التي تولوها، ونوعية الخبرات اللي كان يتمتع بها كل منهم. إذا ممكن نروح للشريحة. طبعا أول أولئك هو فؤاد حمزة أو فؤاد بك حمزة، وهو اللي بعده اللي فيها الصور بعد هذه أيضا. هذا بيت عبد الله الفضل، يقع هو قريب من بيت الكاتب في السلامة. طبعا الموقع الآن أزيل البيت اللي كان فيه عبد الله الفضل، لكن أنا تتبعت ومن المصادر الشفهية اللي حددت الموقع تحديدا، وأيضا حددت موقع النيابة العامة في ذلك التاريخ على اختلاف في الروايات، لكنها تقريبا كانت داخل السور في شارع البريد. فؤاد حمزة يحمل إجازة في الحقوق، هو اشتغل بالتدريس وقدم إلى المملكة وعمل معاون لمدير الشؤون الخارجية، وهو أول وكيل لوزارة الخارجية ومستشار في الشعب السياسية وعضو في لجنة التفتيش والإصلاح، عين وزير مفوض أو سفير لدى فرنسا وسويسرا وتركيا، وعين وزير دولة، وهو أحد أبرز مستشاري الملك عبد العزيز، ومثل ما تفضل الدكتور هو الذي كان يقود هذه المجموعة وهذه العملية. السيد صالح شطا عنده إجازة في التدريس ودرس في المسجد الحرام، أول مدير للمعارف ومعاون نائب الملك في الحجاز وعضو الهيئة التأسيسية الاستشارية اللي صاغت التعليمات الأساسية، وعضو لجنة التفتيش والإصلاح، برنامج الإصلاح الإداري، وعضو مجلس الوكلاء، وتدرج إلى أن أصبح نائب رئيس مجلس الشورى. الشيخ عبد الله الشيبي هو ثاني ساد للكعبة، ووصف في البرقية بفاتح بيت الله الحرام بعد والده الشيخ عبد القادر الشيبي، أول رئيس لهيئة الأمر بالمعروف، عضو مجلس الشورى، رئيس جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين، رئيس هيئة الإسعاف الطبي، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. الشريف محمد شرف اسم مركب بالرضا بن منصور آل يحيى، تعلم تعليما خاصا كعادة أبناء الأشراف في ذلك الوقت، ثم على يد علماء الحرم، من أوائل من قابلوا الملك عبد العزيز عند دخوله مكة، عين أول مدير للمالية العامة بعد دمج الإدارات المالية وإعادة هيكلة الجانب المالي، يعني يعتبر هو كأنما هو أول وزير مالية، لكن مسماه كان مدير المالية العامة، تحولت بعد ذلك إلى وكالة المالية ثم وزارة المالية، عضو مجلس الشورى العام اللي شكل برئاسة النائب العام قبل يعني نظام مجلس الشورى، وأيضا أصبح النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، عين مستشارا بمعية جلالة الملك، ثم عين عضوا في مجلس الوكلاء. السيد عبد الوهاب نائب الحرم إجازة في التدريس من المسجد الحرام، وهو من مشائخ الشاعر المعروف الشيخ أحمد بن إبراهيم الغزاوي. بسبب الظروف السياسية مجموعة من هؤلاء الأعلام كانوا يعيشون خارج الحجاز، هو عاش يعني فترة طويلة حوالي 30 سنة خارج الحجاز في ذلك الوقت، درس القانون في تركيا، ووفد على الملك عبد العزيز، انتدب لتنظيم المالية في عسير، رئيس أول مجلس بلدي في مكة، ورئيس بلدية مكة لفترة قصيرة، ثم عضوا في مجلس الشورى، ثم تولى إدارة الأوقاف. الشيخ إبراهيم بن عبد الله إبراهيم بن عبد الرحمن الفضل
تعلم في كتاتيب عنيزة، ثم درس في الهند، عمل في وكالة آل فضل في الهند اللي هم كانوا وكلاء الملك عبد العزيز، يعني قبل السفارات وقبل يتحدث الأردية والإنجليزية، ثم قدم للحجاز وعمل في وكالة المالية، عين معاونا ثانيا للنائب العام، ثم رئيسا لديوان نائب الملك ورئاسة مجلس الوكلاء وعضو مجلس الوكلاء وعضو مجلس الشورى. هنا نعرف الدور التنسيقي، لأن الملك فيصل في ذلك التاريخ كان يشغل منصب نائب جلالة الملك في الحجاز، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وهذه كلها إذا رجعنا إلى حديث فؤاد حمزة، الخبر والتعليمات والأوامر بثت من خلال هذه القنوات. فدور إبراهيم الفضل هنا محوري، وهو أيضا أخ غير شقيق لعبد الله بن محمد الفضل اللي هو يعتبر أبرز مساعدي الأمير فيصل في ذلك التاريخ. الشيخ محمد عبد القادر مغيربي فتيح، هذا رجل عجيب، هذا عنده بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، درس في الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم انتقل إلى الجامعة الأمريكية في إسطنبول وحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم عاد وأصبح مستشار لدى أمير حائل في ذلك الوقت، ثم راح للكويت، ثم رجع وأخذ زمالة في الحقوق والسياسة الدولية من جامعة لوزان في سويسرا، ودرس فترة في السربون، وفد على الملك عبد العزيز. وهذه ميزة، الملك عبد العزيز كان يصطفي الرجال وكان يبحث عن الكفاءات، هو أساساً من أهل المدينة، فكان يعني ساهم في تنظيم المؤتمر الإسلامي العام اللي نظم في مكة، وكان عضو الوفد الذي يمثل الملك عبد العزيز في المؤتمر، ثم عين عضواً في مجلس الشورى، وأيضا كان عضو في مجلس المعارف وعضو في جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين، ثم لاحقا عين عضو في هيئة مراقبة النقد. الشيخ رشيد باشا بالليلة تعلم في كتاتيب حائل وعلى يد علماء عصره، كلف بعدد من المهام وعمل وكيلا لآل رشيد في إسطنبول، أيضا وفد إلى الملك عبد العزيز وكلفه بمهمات معينة، ثم شارك في عضوية المؤتمر الوطني الذي عقد في مكة، أيضا عين عضوا في مجلس الشورى، وصدر الأمر بتعيينه قنصلا عاما لدى العراق لكنه لم يباشر المهمة، استمر في مجلس الشورى، ثم آخر منصب تولاه هو القنصل العام والوكيل المعتمد للملك عبد العزيز لدى سوريا، وتوفي ودفن هناك رحمه الله. الشيخ أحمد أفندي بن عبد الرحمن باناجة، هذا من أسرة باناجة، يعني من أعلام الحجاز ومن أعيان جدة، والملك عبد العزيز استقبل الوفود والأهالي، هو سكن في بيت نصيف وكان يستقبل في بيت باناجة، فهناك علاقة. هذا تعلم في المدرسة الرشدية وعلى يد علماء عصره، ارتبط بعلاقة بالشريف حسين، عين أمين صندوق لبلدية مكة، ثم وزير للمالية في أول وزارة شكلت في عهد الشريف، وأسس دار سك النقود في مكة وأشرف على أعمالها، يعتبر من كبار الاقتصاديين في ذلك العصر، أصبح عضواً في عدد من اللجان التجارية والاقتصادية، لكنه لم يتولى، هذا الوحيد في هذه المجموعة الذي في ذلك التاريخ لم يكن له منصب رسمي في الحكومة، لكن أنا أعتبره هو الخبير الاقتصادي في المجموعة. الشيخ عبد الله بن محمد الفضل تعلم في كتاتيب عنيزة، واصل تعليمه في الهند، يتحدث أيضا لغات إنجليزية وأردية، وفي الهند بدأ يتعرف على السياسة من خلال الوجود البريطاني، عمل في وكالة الفضل، ثم عين وكيلا بعد دخول الملك عبد العزيز الحجاز، في إحدى الوثائق الملك عبد العزيز يشير إلى أن وكيلنا في عدن عبد الله الفضل، عين عضوا في اللجنة الدائمة في الديوان الملكي، ومعاونا لنائب الملك في الحجاز، والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ونائب رئيس مجلس الوكلاء. وهناك بعض الوثائق تجد أن عبد الله الفضل يوقع عن الأمير فيصل بصفة نائب الملك، ويوقع عنه في نفس الوثيقة بصفة رئيس مجلس الوكلاء، ويوقع عنه بصفة رئيس مجلس الشورى، وهو الذي عقد الاجتماعات مثل ما أشارت أم القرى في بيت عبد الله الفضل. خالد أبو الوليد القرقني نسبة إلى جزيرة قرقنة في تونس الآن، وهو من أصل ليبي، تخرج في المدرسة الرشيدية، شارك يعني مجاهد هو ناهض الاستعمار، وقدم للحجاز تاجراً والتحق بخدمة الملك عبد العزيز، عين معاون أول لنائب الملك في الحجاز ومستشار في الديوان الملكي، وهو المبعوث الخاص الذي أرسله، كلف الملك بعدة مهمات، لكن من أشهرها أنه هو الذي ذهب وقابل
هتلر. الشريف محمد شرف باشا بن أحمد عدنان الغالب تعلم تعليما خاصا، ثم غادر الحجاز وأكمل في مصر وفي تركيا، ومن أوائل من عاد للحجاز تقريبا بعد يعني أيام من دخول الملك عبد العزيز، جاء عن طريق القنفذة، ونشرت أم القرى أن الملك استقبل الشريف شرف عدنان، وأحيانا يقال محمد شرف وأحيانا شرف عدنان، هو نفس الشخصية. عين مستشار لنائب الملك في الحجاز واستمر في هذا المنصب فترة طويلة. عين عضو في مجلس الشورى الأهلي وانتخب، لأن أعضاء الهيئة التأسيسية أغلبهم كانوا منتخبين، عضوا في الهيئة التأسيسية، ثم عين بأمر ملكي أو مرسوم سلطاني في ذلك التاريخ رئيسا لمجلس الشورى الاستشاري، ثم عضوا في مجلس الشورى وعضوا في لجنة التفتيش والإصلاح. وتشير الوثائق أنه حتى بعد تأسيس مجلس الشورى رأس جلسات المجلس بصفته مستشار نائب الملك في الحجاز، وهذه كانت في نظام المجلس. الشيخ حامد رويحي تعلم في جدة، عمل بالمحاماة، كان كاتب عدل جدة، ثم صدر أمر بتعيينه رئيس لديوان نائب الملك في الحجاز، كلف بمسؤوليات ومناصب في وزارتي الخارجية والداخلية، وعين عضو في لجنة البحث والتدقيق وعضو في لجنة الترقية والتأديب. هذه اللجان اللي حنا نتحدث عنها ترى كلها شكلت في الفترة من 43 إلى 50 تقريبا. الشيخ حسين بن سلامة تعلم في المدرسة الرشدية في الطائف وفي مسجد الهادي، وواصل تعليمه على يد علماء عصره في مكة وسوريا ومصر، وكان من أبرز العلماء والأدباء والمؤرخين، كان سكرتيراً لمجلس الشيوخ في العهد الهاشمي، عين عضواً في الهيئة التأسيسية أو انتخب عضواً في الهيئة التأسيسية، وعضو في مجلس الشورى العام، وعضو في مجلس الحج، وعضو في مجلس الشورى. إذا تحدثنا عن مجلس الشورى حنا نتحدث عن المجلس الذي تأسس أو الذي استمر بعد عام 1346. الشيخ محمد صالح نصيف تعلم في كتاتيب جدة وعلى يد العلماء من رواد الصحافة والطباعة، أصدر صحيفة بريد الحجاز في العهد الهاشمي، ثم أنشأ المطبعة والمكتبة السلفية في مكة، ثم أصدر صوت الحجاز قبيل الإعلام بأشهر، حصل على الامتياز، وهو الذي انفرد بالحديث النادر مع الملك عبد العزيز، كان رئيسا لبلدية جدة في العهد الهاشمي، في بداية العهد السعودي تولى رئاسة أوقاف جدة، عين عضوا في مجلس الشورى، وأيضا أصبح مديرا لمالية الأحساء ومدير مالية وجمارك جازان. الشيخ عبد الوهاب عطار هذا من علماء أيضا من العلماء والتجار، كان عضو مجلس الشيوخ في العهد الهاشمي ورئيس مجلس العقار وعضو مجلس النافعة اللي هي تقريبا الأشغال والمواصلات، ثم عين أيضا عاش فترة خارج الحجاز ثم عاد، فأصبح عضوا في مجلس الشورى العام، عضو جمعية الإسعاف الطبي وعضو مجلس الشورى. السيد مهدي القلعلي يمكن فيما نشرته أم القرى هناك هذا قد يحدث لبس، هو السابع عشر من هذه المجموعة. طبعا أنا ترتيب الأسماء والتسلسل البروتوكولي حسب ما جاء في الوثيقة الأصلية اللي وقعوا عليها ونشرتها أم القرى. أم القرى لم تنشر اسمه في مع قائمة الموقعين، لكنها في العدد الذي يليه نشرت اعتذارا أنه سقط اسمه سهوا. هو رجل يعني يلتحق بالجيش العثماني، تعلم في العراق، ولد وتعلم في العراق. وبالمناسبة القرقني والقلعلي الملك عبد العزيز كان عنده يعني لفتة مهمة، كناهم كنا لأنه استثقل الأسماء أو قد تكون مثارا للتندر يعني في المجتمع، فسمى القرقني أبو الوليد، وسمى القلعلي المصلح، وهو مشهور بمهدي بك المصلح. هو أرسل للمدينة لأنه كان في الجيش العثماني، بعد دخول المدينة في الحكم السعودي أشرف أو كلف بالإشراف على دائرة الشرطة، ثم نقل إلى مكة مدير للشرطة، ثم أصبح مدير الشرطة العام ومدير الأمن العام، وهو الذي يعني تأسست مدرسة الشرطة التي تحولت إلى كلية الملك فهد الأمنية بعد ذلك في عهده، وأيضا له دور في تأسيس دار الأيتام ودار العجزة، لأنه هذه كانت عبء أمني على الشرطة في ذلك التاريخ. هذا يمكن يعني سير هؤلاء الأعلام. البرقيات التي رفعت للتأييد لم تكن فقط من أعيان البلاد، لكن كانت من مختلف طبقات الشعب،
يعني وصوت الحجاز نشرت برقيات، يعني مثلا طائفة المؤذنين عنهم يوسف مؤذن، عموم المنقلين، يمكن ما يعرف المنقلين إلا أنا وأنت دكتور ذري، طائفة المخرجين، شيخ الصاغة، دلالي الحراج، رواسة مكة، طائفة السمانة، شيخ الجزارين، عموم القطانة، طائفة السماكرة، السبحية، الحبابة، الفرانة، العمد طبعا، القهوجية، كل هذه البرقيات رفعت تأييدا، يعني نحن عموم منقلي مكة المكرمة ما يختلج بأفئدتنا من طلب تضامن البلاد العربية وتوحيد كلمتها وابدال عنوان المملكة الحجازية والنجدية إلى المملكة العربية السعودية وسن نظام لهذا الحكم وجعل العرش توارثا أيدكم الله بروحه آمين. عموم المنقلين عنهم وكيل الشيخ عبد الشكور. البرقيات موجودة. هذا يمكن باختصار. هناك إيضاح فيما يتعلق بأمرين، الحديث دائما عن يعني أهالي الطائف وأهالي المدينة. فيما يتعلق بأهالي الطائف، برقيتهم كانت هي البرقية، يعني في النشر أنا أتحدث، التالية بعد البيان أو الوثيقة الأساس. قد يكون اللبس اللي حصل هو حصل في هذه الجزئية، يعني بمعنى أنه لما نشوف أم القرى نشوف أنه الوثيقة الأساس أو البرقية الأساس وبرقية أهالي الطائف هذا نصها: جلالة الملك المفدى عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود المعظم الرياض، بلغنا أن إخواننا في مدن الحجاز قدموا لجلالتكم عرائض يطلبون فيها من جلالتكم أن توافقوا على تغيير اسم المملكة الحالي وهو المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها إلى اسم آخر وهو المملكة العربية السعودية ووضع نظام للحكم وتوارث العرش، وحيث أننا نرى في هذا الأمر مصلحة فإننا متضامنون مع إخواننا في ذلك ونضم أصواتنا إلى أصواتهم ونرجو جلالتكم أن توافقوا على ذلك والله تعالى يديم جلالتكم. والقائمة يعني أيضا فيها مجموعة من نفس المجموعة الأساسية التي وقعت ومجموعة من أعيان الطائف. بالنسبة لبرقية المدينة، طبعا برقية المدينة فيها أمرين. أول شيء ويبدو من هنا حصل اللبس، يبدو أنه ما تقيدوا بالصيغة، كان في صيغة مطلوبة اللي هي يعني يكتب أنه تأييد، هم لا، هم أعادوا البيان بشكل آخر يعني كأنه مقترح، فهذا أحدث اللبس. لكن صوت الحجاز نشرت برقية من أهالي المدينة، من أمير وأهالي المدينة أو وكيل، كان الأمير عبد العزيز بن إبراهيم في ذلك الوقت هو القائم بعمل الإمارة، فنشرت برقية عشان فقط نوضح هذا اللبس في الأولويات، ونشرتها صوت الحجاز. يعني أم القرى كجريدة رسمية يمكن كانت يعني ما لم تنشر كل خاصة الجوانب، وردت من المدينة هذه البرقية لحضرات الأفاضل والمشائخ الذين كانوا أول من فكر في مسألة الاسم الجديد للمملكة الحجازية النجدية وملحقاتها. حضرات الأفاضل والمشائخ: فؤاد حمزة، أحمد بناجر، شيد الناصر، عبد الله الشيبي، عبد الوهاب، يعني ذكروا كل الأسماء. جواب برقيتكم في 13 الجاري: نحيطكم علما بأن الحقيقة هي كما ذكرتم، ونزيدكم تشجيعا بأن هذه الفكرة القيمة قد كانت موجودة في أفكار عموم الأهالي. يعني فعلا الفكرة كانت تراود الجميع وكانوا يترقبون ظهورها، وسبقكم بتنفيذها وإظهارها لحيز الوجود أوجب الثناء عليكم، حيث أن الفضل للمتقدم، ونفيدكم أن عموم العلماء والأهالي على اختلاف طبقاتهم قد بادروني هذا اليوم برفعهم برقيات الاسترحام السارة لجلالة الملك. فهذه أيضا يعني أحد الوثائق التي تتحدث عن هذا الأمر. أعتقد أنه يعني لعل في هذا التلخيص أو الإطلالة السريعة ما يوصل الفكرة بخصوص هذا الموضوع الهام والمفصلي في تاريخ المملكة العربية السعودية، وشكرا لكم.
بارك الله فيك. عندي بس نقطة أشار لها الدكتور في موضوع السعوديين والاسم. الوثائق الأجنبية أشارت إلى الجيش السعودي قبل هذا التاريخ. أيضا كان هناك شركة في جدة في عام 1346 ونشرت أم القرى عنها اسمها الشركة الوطنية السعودية. الاسم يعني ليس جديد مثل ما تحدث الدكتور، وفيه تفصيل طويل، وهناك بحث يعني إن شاء الله ينشر يلم بكل هذه الأمور. بارك الله فيك. نثمن لسعادتكم هذا الحديث الشيق الذي يكمل جوانب تاريخية مهمة لدور هذه المنطقة وأهميتها التاريخية من خلال ما عرضتموه، وهو حديث تاريخي كبير. الآن نفتح باب المداخلات على حسب المداخلات اللي جاتني، بالإمكان رفع اليد أولاً بالنسبة للموجودين على أساس أننا نقدمهم. لكن أول مداخلة جاتني من الدكتور، في إضافة معالي الدكتور، أول مداخلة جاتني من الدكتور منصور الحارثي مدير أكاديمية الشعر، فليتفضل المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة رئيس الجامعة ولكل فريق العمل الذي بالفعل شرف جامعة الطائف بهذا الاحتفال البهي، وأيضا العلامة الفارقة التي تميزت بها الجامعة بأنها احتفلت كما احتفل الآخرين وكما احتفل الآخرون، وأيضا أضافت بأنها روت الحكاية. هذه الحكاية التي يعني دار حولها حديث كبير جدا. أنا سأستخدم مدرسة معاليكم دكتور فهد، وهي المدرسة التي تقول أن التاريخ ليس للرواية فقط، وقد سمعت عدة محاضرات وندوات في كتاباتكم بأن التاريخ لابد أن يعاد قراءته، وأيضا يستفيد من الجيل الذي يعيش الآن لكي يعلم ويعرف ما هي الأبعاد التي كانت تحيط بالمملكة العربية السعودية وبتاريخنا. ذكرتم معاليكم في قراءة سياسية أعتبرها أنا سياسية في قضية أن هذه السياسة أو ولادة اسم المملكة العربية السعودية أنا أعده هو التعبير الكبير جدا والواضح عن سياسة المملكة العربية السعودية. هذه الأسرة انطلقت من هذه البقعة ومن هذه الأرض المباركة، لذلك هذا الانطلاق ليس انطلاق سلطوي بقدر ما هو انطلاق رضا وانطلاق تراض وتعارف وانطلاق تراحم وانطلاق أيضا تنموي. لذلك حتى في مسمى المملكة العربية السعودية كل الأحداث تقول بأنه هذه ليست ولادة صدفة بقدر ما هي حنكة قائد كانت تحيط بالمملكة في تلك الفترة العديد من الثورات في الجزيرة العربية وخارجها، وعدة دعوات غير إسلامية وغير عربية، ومنها أيضا الصراع الموجود كان في قضية الدولة العثمانية. وأنا أدعو مركز تاريخ الطائف بحكم هذه الانطلاقة أن يعني يستمروا في قضية البحث عن آثار الآثار في الجزيرة العربية وتهريبها إلى خارج الوطن العربي، ومحاولة أيضا البحث عن كيفية استرداد هذه الآثار التي تخص هذه الأرض. هنالك قضية تتعلق بمدينة الطائف. مدينة الطائف هي مدينة البيعتين، بيعة الملك سعود وبيعة الملك فهد. لذلك هذه المدينة شهدت أحداث مفصلية كبرى جدا. أعتقد بأن هذا المنبر وجامعة الطائف لابد أن تخرج بهذه المعلومات للعامة. لذلك أنا أطرح اليوم مبادرتين، وإحداهما تنطلق من خلال حضوري للأستاذ بندر بن معمر عدة محاضرات في هذا الموضوع، وأجد أنه المعلومات تطورت كثيرا والوثائق يعني أصبحت وثائق في متناول اليد. المبادرة الأولى هو استكمال ما بدأتموه اليوم بحلقة نقاش يشارك فيها يعني مراكز التاريخية ودارة الملك عبد العزيز وجامعة الطائف لإخراج منتجين. المنتج الأول فيلم وثائقي يعني يخرج للناس يفصل هذه المرحلة، وأيضا كتاب يعني تتبناه جامعة الطائف ليخرج ليصبح هو المرجع في هذه القضية. خاصة نحن نشاهد تويتر ونشاهد يعني وسائل التواصل ونجد أن هناك يعني حديث عن هذه القضية مختلف.
أيضا العودة للمكان الذي تم تحديده هذا المساء، هذا الصباح، نحن في المساء الآن، صباح اليوم ومساء. اقتصر يا دكتور. نعم جميل. هذا المكان الذي حدد نحن بحاجة لأن نعود لهذا المكان، وأنا أعتقد بأن هناك ميدان بالقرب من هذا المكان، وإعادة تسمية ذلك المكان بميدان التوحيد أو ميدان السعودية، ووضع يعني جدارية تحكي القصة باختصار، لأن هذه القصة هي من حق كل مواطن سعودي وكل أهل الطائف. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. لا بس قريب منه. تفضل يا معالي الدكتور. شكرا دكتور منصور، وفي الواقع يعني بلا شك المقترحات جدا رائعة وتنمها أيضا تفكير رائع ومهم جدا. يعني يكفي من حسنات هالمركز وهالجامعة أنه الآن هذه بداية للمركز في الحديث عن الموضوعات التاريخية بشكل منهجي وبشكل منظم. لا بد أن نعترف بأن يعني المؤرخين وأنا أولهم وأنا طالب في التاريخ أننا للأسف الشديد لا نقرأ جيدا ولا ندقق جيدا، وعندما نستمع إلى بعض الروايات أو من يتكلم في التاريخ نسكت، وهذا خطأ، لأنه دائما أي شخص يتكلم في حادثة تاريخية بشكل خاطئ دائما نظن فيه أمرين: أمر أنه ما عنده معلومات وهذا من حقه أن يفكر، من حقه أن يقول، وأمر ثاني أنه عنده محبة شخصية لذاته وأسرته وأيضا من حقه، فكل الحالتين هو إيجابي لا ننظر سلبي، ولكن ينبغي أن توضع الحقائق في تاريخها، لأنه عندما ترى 17 شخص لم يكونوا عاديين أولا، لم يكونوا يعني اعتباطا اختيارهم لأجل تطبيل مثل ما يقال في بعض الأمور، هؤلاء صفوة المجتمع، متنوعون، فاهمون، واعون، وبني على يعني مرئياتهم شيء أكبر. حتى الملك عبد العزيز كان بقدرته وبإمكانه أن يصدر أمرا دون هذه الأمور كلها، بدون يعني لأنه حاكم ويستطيع ويصدر أمر بهذا الأمر، ولكن الملك عبد العزيز دائما في سياسته حتى في منافحته ومكافحته للتطرف الذي حدث يعقد مجتمع عام، جمعية عمومية، منهجه منهج ديمقراطي غير مستورد، منهجه ديمقراطي مستوحى من بيئة ومبادئ. نحن للأسف الشديد تستهوينا المصطلحات الأخرى ونبتعد عن مصطلحاتنا الأهم، فهو يعقد جمعية عمومية حتى إلى درجة نحتاج الجمعية العمومية خلع الخاتم وقائدة ترضون بحاكم آخر تفضلوا، لكن لا يمكن نقبل بهالفوضى وهالتطرف اللي يحدث وقتل الناس والخروج عن السلطة، فكلهم جاءوا وعادوا من جديد. لا لا ليس هذا. فالأمر الذي دائما يقدمه الملك عبد العزيز هو أمر ديمقراطي بالمفهوم الحقيقي الإسلامي، ليس أمرا مستوردا وليس مبنيا على أي تفكير إيديولوجي للأسف مستورد. فهذه المنظومة من الشخصيات واللي كتبوا، يا أخي الكريم لو ترجع، لو أخذ واحد يعني دائما للأسف ما ننظر بالشمولية، ننظر دائما يعني الحدث، ما ننظر للإطار العام والإطار اللي بعده والإطار اللي بعده. لو تنظر من لو دخل الملك عبد العزيز مكة، ما هي الأحداث الإدارية التنظيمية اللي حدثت؟ ستجد هناك فكر تنظيمي قاعد ينسج، ليس اعتباط، منظم. هيئة التفتيش والإصلاح هذه كانت تجوب المملكة، هي بمثابة نزاهة اليوم، تذهب إلى المملكة وتفتش على الإمارات وتفتش على المحاكم وتفتش على الإدارات وتتأكد أن الخدمات صحيحة، إلى درجة أن أحد أعضاء هيئة التفتيش والإصلاح كان يعمل في منطقة في جنوب المملكة وأراد أن يحج، فكتب برقية الملك عبد العزيز يقول أن العمل قائم ولكن أستأذنكم أني أذهب لمكة وحج وأعود لجنة. قال عملك أولا، الحج لاحق عليه إن شاء الله، كمل شغلك، هذا يهم الناس الآن، وإن شاء الله أنك بتحج بعدها. فالملك عبد العزيز يعني كان يبني ويصلح، يبني ويتأكد، يبني ومعها الجميع، لم يكن فرديا في عمله. فهذا المبادرة ذكرتها بالعكس مهمة جدا، بعد ما تنتهي الدراسة كاملة إن شاء الله تحققا، والآن في بعض المصادر ننتظر يعني وصولها، وفي أرشيفات معينة إن شاء الله تدعم الأدلة نهائيا ويكون ثابتا والأجيال القادمة، ولا هؤلاء ينبغي أن يعطوا حقه، يعني ليست أسماء وقعت على ورقة، هذه عقول تكلمت عن مكنونها وأثبتت هذا الأمر، سواء كان الملك عبد العزيز
سيصدر أمره بأن يكون ملك المملكة العربية السعودية أو لا يصدر أمره، هذه موضوع مختلف تماما. نحن نتحدث عن سياق تاريخي حدث، هؤلاء يجب أن يشكروا، المدينة يجب أن تأخذ حقها، والميدان ذكرته يجب أن يأخذ حقه. وهذا إن شاء الله بيكون ترتيب مع الجامعة، ونكتب لسمو أمير منطقة مكة مستشار خادم الحرمين الشريفين إن شاء الله يكون في توجه هذا. ونعتقد هذه فوائد مثل هذه الأعمال وفوائد الجامعة. الجامعة الآن تؤدي دورا مهما، دورا فاعلا في تصحيح الحقائق، في تثبيتها، في تفعيل نتائجها. بارك الله فيك. الآن المداخلة الثانية للأستاذ محمد حلواني، فليتفضل. المايك وراء في حدود دقيقة ونص رجاء. شكرا لإتاحة الفرصة، وأشكر جامعة الطائف متمثلة في عميدها الدكتور يوسف عسيري، ودارة الملك عبد العزيز متمثلة في معالي الأمين فهد السماري، الدكتور فهد السماري، ومشرفة على مركز تاريخ الطائف الدكتورة لطيفة العدواني. سبقا حظيت وتشرفت أنا وأسرتي بلقاء سيدي مولاي خادم الحرمين الشريفين الذي أشار إلى توثيق جدي، وأن هذا الشيخ عبد الوهاب حلواني أحد أشكال البر بالوالدين. فأيقظت هذه العبارات بداخلي حماسا غير معهود وشغفا غير مسبوق، وتتبعت المصادر والروايات والكتب والمخطوطات التي تناقلتها ألسن الآباء والأجداد، والتي أشار إليها أخي الأستاذ بندر بن معمر عن بعض الفتن التي سبقت حفل توحيد المملكة حين كان الملك عبد العزيز مصيفا بالطائف، وجاءه خبر الانتصار على إبن رفادة، وأقيم حفل الإعلان عن توحيد المملكة العربية السعودية الخاص وليس العام، وليس الذي في المحافل الرسمية في بساتين وادي كما ذكره أحد العاملين أو في ذلك الوقت لدى 17 عضو في مجلس الشورى اللي هو حامد رويحي، كان في معيته الأستاذ محمد مرداد، والذي قام أيضا بشرف تعليم بعض أبناء الملك المؤسس عبد العزيز أثناء ما كانت إقامتهم في محافظة الطائف، وحضر هذا الحفل كمؤرخ شاهد وليس كمؤرخ ناقل، وهو تاريخ لابد أن لا نغفل عنه جميعا، بإضافة مصدر مذكور في مجلة منهل، أول مجلة سعودية كان قائم عليها عبد القدوس الأنصاري. أيضا هناك نقطة أشار لها في الخريطة التي عرضت، الفلة التي أشير عليها أنها منزل عبد الله الفضل ليست دقيقة، هي الموقع المجاور له. الفلة التي أشير عليها أنها منزل عبد الله الفضل هي لعائلة جان، ومنزل الفضل هو المنزل المجاور له، وأنا أعلم ذلك لأني فرغت الأسماء الموجودة في الصكوك بكتاب الشيخ عبد الله الحلواني، وأعلم أن كلا الموقعين آلت لآل الحلواني. وكان من جميل المصادفات التي ذكرتها في الكتاب أن لم يكن هناك أحد يعرف عن عبد الله الفضل في ذلك الوقت، لأنه لم يطلع لم يخرج لنفسه هوية سعودية، فتم التعريف عنه من أمارة الطائف. إن سمحتم لي أريد التوصية في نصف دقيقة بثلاثة أمور. معلش عشان الوقت رجاء. فضل. أوكي. بارك الله فيك، شكرا لك، لك العافية. ممكن ترسل لنا التوصيات نتشرف بذلك. شكرا، شكرا أخي. تفضل معالي الدكتور. في طبعا نقطة مهمة لابد ندركها، أولا فيما يتعلق بالبيت، أسرة الفضل هي التي حددته، وليس هناك عدم دقة مثل ما ذكرتم، والبيت طبعا محدد وموصوف وتم تدقيقه بشكل جيد. قد يكون هذا رأي لك ولك حق أن يكون لك رأي آخر، لكن لا يعني هذا أنه عدم الدقة، هذا واحد. اثنين، موضوع أنه احتفال خاص وغير خاص، جميع الأسر وجميع الطوائف احتفلت، الكل يعني عبر، والأسرة ما في شك أسرة معروفة في الطائف، وليس لها يعني ما في أحد يجهل أسرة حلواني، لكن لا يعني أن هذا يمثل الصفة الرسمية للطائف أو يمثل الصفة الرسمية للدولة، وإنما يمثل الصفة الرسمية للأسرة مثل ما يمثل صفة رسمية الطائفة، مثل ما يمثل صفة رسمية لإدارة حكومية. الإدارات الحكومية، الطوائف، الأسر، الأمراء،
وكلاء الأمراء كلهم احتفلوا، ولا شك أن هذا دلالة على عمق تأثير هذا الحدث في المجتمع. ولذلك يعني وجود هذه المعلومات وتضاف ستثري العمل وفاعلية الناس وتفاعلهم مع هذا الأمر. لذلك نحن أمام يعني حقائق يجب أن توضع على الأرض، يجب أن تحترم، يجب أن يفخر بها سواء للأشخاص أو للمكان، ويجب أن نتحاور في ذلك فيما يحقق المصدرية والأدلة الحقيقية الصحيحة. ولكن إذا كان لدي عاطفة مع شخص ما من ال 17 ولا شخص ما في المكان ولا مدينة ولا أيا كان طائفة أو أيا كانت، إذا أخذناها من منظور المحبة فلا شك هذا دليل على محبة هذه الأسرة، محبة هذه المدينة، محبة هذه الطائفة للملك عبد العزيز وللدولة. وهذه الحمد لله ما يعني يعطينا نوع من الفخر بأننا كمجتمع متوائمون ومتحابون مع دولتنا ومع قراراتها ومع ما حدث فيها. الأمر الأهم الأصل، وما حدث هذا هو الأصل. توابعه التي نتجت هي الدوائر، كل دائرة تدور مع الثانية وتلتحم مع الثانية وتشكل منظومة متكاملة في فرحة كاملة بالمجتمع السعودي في كل مكان. لدينا الآن معلومات عن مناطق ليست مدونة في الصحف الرسمية لأنها بعيدة، ولكن تكلم أهاليها، هؤلاء أيضا يعني تأخذ معلوماتهم، لأن إذا وثقنا الشيء يجب أن نوثق الجميع. وهذه منهج الملك عبد العزيز، لأنه يعني يريد أن الجميع يشارك في هذا الحدث، الجميع يشارك في هذه الرؤية. يعني كان الرؤية التنظيمية منذ أن بدأ الملك عبد العزيز في 1319، ثم 1324 بعدما استتب أمور أكثر نجد في الغالب، ثم 1343 بعد دخول مكة، كلها تنظيم سلسلة متكاملة. في نظرية دائما تذكر في الدراسات التاريخية، نظرية الاستمرار، هذه قل ما تجدها في تاريخ سياسي لأي دولة، وهي الاستمرار في الشيء إلى أن ينتهي بحدث ثم تجده يستمر ويكمل مرة أخرى ثم يستمر ويكمل. هذه النظرية دائما المؤرخون عندما يتكلمون عنها في التنظير يعني يقولون الأمثلة عليها صعبة في أي تاريخ سياسي. في المملكة العربية السعودية تاريخها في استمرارية منذ 300 سنة إلى اليوم، في استمرارية، في مشاركة شعبية، الأسر، الرجال، النساء اللي عملوا في الموضوع في كل أطراف المملكة العربية السعودية، كل استمرار. عندما تسأل مثلا أسرة حلواني أو أي أسرة في المجتمع السعودي ستجد أن جد والجد 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 وله ارتباط بالدولة السعودية الأولى، كلهم مرتبطين. حتى الذين لهم ارتباط بدول أخرى سابقا بأي أمر كان تجد أنهم يقدرون ويقدمون ويصبحون أيضا في مناصب رسمية، لأنهم أيضا لهم إمكانات وقدرات وخبرات. أنا أعتقد أن هذه المنظومة الاجتماعية هي ما يسر وهي ما يسعد في الواقع. بارك الله فيك. في إضافة يا طيب، ننتقل إلى المداخل الثالث وهو سعادة الأستاذ الباحث عضو اللجنة العلمية الأستاذ حماد السالمي، فليتفضل. شكراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدايةً شكراً لجامعة الطائف التي تثبت كل يوم أنها تخدم محيطها، تخدم المجتمع الطائفي، تخدمه تاريخياً واجتماعياً وثقافياً بهذه الندوات، وأكبر دليل رعايتها لمركز تاريخ الطائف بالتعاون وبدعم من دارة الملك عبد العزيز. يقول العرب لا عطر بعد عروس، فقد استمعنا إلى ما يفيد، وخاصة في الكشف عن حقائق كانت في السابق يعني صورتها يعني نوعا ما مشوشة. اليوم الحمد لله نحن نقف على شيء جميل وكثير. أنا أثني على ما قال به الدكتور منصور الحارثي فيما يتعلق بطباعة وإخراج ما سمعنا اليوم من معالي الدكتور فهد وسعادة الأستاذ بندر في هذه الندوة وفي هذه المحاضرة، أن يخرج للناس في وقت سريع في كتاب مطبوع وفي أيضا
نص رقمي حتى يتمكن الجيل من معرفة الحقائق كما هي وليست مشوشة كما في السابق. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. تفضل معالي الرئيس. المداخل الثالث لدينا المشرف على كرسي الملك سلمان سعادة الدكتور عبد الله الشريف، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أثرينا بمعلومات دقيقة وثرية تاريخيا من معالي الدكتور فهد السماري وأخونا الأستاذ بن معمر، وتشكر جامعة الطائف على هذا الاحتفال المميز وعلى هذه الندوة المباركة التي تأتي في سياق احتفائنا باليوم الوطني السعودي 91. الحقيقة حينما يتناول هذا الموضوع في سياق يوم الوطن، يوم الوحدة والتوحيد، أعتقد أن الطرح العلمي والتوثيقي يجب أن يكون مسانداً لمعطيات الوحدة والتوحيد، فلا تتحول فكرة الإعلان عن الوحدة السعودية إلى محاصصة فردية أو أسرية أو إقليمية. والحقيقة أننا عندما ننظر للسبعة عشر رجلاً نجدهم وإن أعلنوا أو لم يعلنوا وإن اقترحوا من الطائف فهم من أهل الطائف ومن أهل مكة ومن أهل جدة ومن عنيزة، ومنهم من أتى من خارج الجزيرة العربية فأصبح مواطناً سعودياً. وبالتالي هذه المجموعة تمثل الشعب السعودي كله. وأشكر معالي الدكتور أنه ذكر أن هذا يمثل استفتاءً شعبياً وتعبيراً عن روح المجتمع. الأخ بن معمر جزاه الله خير أشار إلى أنها جاءت في سياق حوادث تاريخية مهدت لهذا التتويج الإعلاني. والحقيقة إذا كان هناك فضلاً رئيساً فهو يعود للمؤسس العظيم الملك عبد العزيز. فهذا الإعلان إنما هو إعلان إعلامي توثيقي لوحدة وثقها هو رحمه الله بضم أجزاء الوطن في وحدة واحدة هي التي سميت المملكة العربية السعودية. ثم أن الملك عبد العزيز الحقيقة حينما مهد لهذا الإعلان بالوحدة الحقيقية على أرض الواقع، توحيد الوطن والبلاد وجمع العباد، مهد لذلك أيضا. أعتقد أنني أذهب إلى خبراً سابقاً في مكة وهو توحيد إمامة المصلين في المسجد الحرام على إمام واحد، وهذه تهيئة لرمزية الوحدة الحقيقية لهذا الوطن. فهذا الوطن توحد أرضاً وتوحد أيضاً على دولة أقامت الدين وحكمت الشريعة. وأيضاً كما ذكر معالي الدكتور فهد جزاه الله خير حينما ذكر بأن هذا الإعلان وإن جاء من الطائف فقد أقر وأمر به من الرياض وأعلن في مكة المكرمة. فكما أعلنت ملك الحجاز في مكة، أعلن ملك نجد في مكة، ثم أعلن هذا القرار في مكة المكرمة. فبهذا السياقات التاريخية ومفاهيمها العامة لا نذهب للمحاصصة، فهي تعبر عن الشعب السعودي وتعبر عن إرادة القيادة، والقيادة هي التي تملك هذا القرار. وهذا القرار الحقيقة قرار إعلامي تسمية لوحدة قد تمت على أرض الواقع، توحدت البلاد وجمع العباد، وإنما في ذلك اليوم أعلن ذلك الأمر. أنا أتمنى شاكراً لهذه الندوة ولهذه الجامعة الحقيقة بهذا الطرح وهذا التميز أننا فعلاً نذهب إلى هذه السياقات ونخرج من المحاصصة. فنحن في هذه المرحلة بالعكس نحن نبحث عن معطيات الوحدة وعن معطيات التلاحم، وإن كنا
نكرم من كان له جهدا كاسم كفردا أو كأسرة أو كمدينة، ولكن لا يأتي في إطار قد يكون فيه روح التنافسية أو العصبية أو العنصرية أو الإقليمية أو ما إلى ذلك. فبالعكس ميزة هذا الإعلان أننا شعبا واحدا، دولة واحدة، اسما واحدا. والسلام عليكم ورحمة بارك الله. شكرا يعطيك العافية. تفضل معالي الدكتور. هل يوجد مداخلة أخرى؟ عرف بنفسك لو سمحت. الأستاذ محمد بن حميد العدواني فليتفضل. الدكتور الدكتور عبد الله. طيب طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالدكتور عبد الله الغامدي. أشكر المحاضرة وأدعو مباشرة في مداخلتي مع تقديم التهنئة لوطننا الغالي بيومنا الميمون وهو اليوم الوطني. حقيقة لفت نظري ما ذكره سيد الدكتور فهد فيما يتعلق بالدول التي سبق وسيطرت على خاصة منطقة الحجاز. حقيقة عندما نستعرض الدول وخاصة بعد في الفترة المبكرة نلحظ بأن معظم الدول لم تعنى كثيرا بهذه المنطقة. فإذا ما نظرنا إلى الدولة العبيدية التي اتخذت من القاهرة مقرا لها لم يعدوا جهدها تقريبا في الحجاز سوى فرض الأيديولوجية التي كانوا عليها وهي معروفة، ولكن رغم ذلك لم يتمكنوا من فرض هذه الأيديولوجية. ثم بعد ذلك حتى بعد ذلك عندما جاءت الدول السنية، الدول الزنكية والدولة الأيوبية، لم يحظ الحجاز بقدر كاف من اهتمامها. وإن كنا نلتمس العذر حقيقة للزنكيين والأيوبيين لانشغالهم بالجهاد ضد الصليبيين، ثم أيضا سلاطين الممالك الأولين أيضا انشغالهم بالجهاد ضد المغول وأيضا ضد الصليبيين، إلى أن نلاحظ بأن تلك الدول مجتمعة لم تعنى بالحجاز ولم تعطيه اهتمام الكافي، بل شهدت المنطقة في تلك العهود شيئا من الاضطراب. كما أنهم أيضا يعني أهملوا أداء شعيرة الحج بما فيهم صلاح الدين، وإن كنا نلتمس لصلاح الدين العذر لأنه كان منشغلا بحركة الجهاد ضد الصليبيين، وأيضا كونه أيضا توفي في سن مبكرة في 54 من عمره بعد طبعا يعني ولم يتمكن بالتالي من أداء الحج رغم أنه كان ينوي ذلك. لكن عندما ننظر إلى العصر المتأخر من العصر المملوكي ثم العهد العثماني نلحظ بأنهم لم يهتموا اهتماما كثيرا بهذه المنطقة، وبالتالي لا نجد من المماليك إلا يعني السلطان الظاهر ببرص وأربعة تقريبا السلاطين المماليك الذين أدوا فريضة الحج، وكذلك العثمانيين واكتفوا بالإنابة، وهذا فيه نظر طبعا بين العلماء فيما يتعلق بالإنابة. لكن نقول هنا بأن الأمر قد تغير بعد أن ضم الملك عبد العزيز ودخل الملك عبد العزيز مكة المكرمة بأنه سكن مكة المكرمة وأخذ في الواقع يشرب بنفسه على المشاعر المقدسة في مكة والمدينة، وأيضا وحد كما ذكر الدكتور عبد الله الصلاة خلف إمام واحد، وقضى أيضا على التعددية. عندما ندرس العصر المملوكي نلحظ بأنه في وقت من الأوقات كان الناس يختلفون حتى في الوقوف بعرفة، ويحدث أيضا صراع ما بين ركوب الحج أو حملة الحج كما نسميه في الوقت الحالي. لكن بعد أن أصبح الحجاز ضمن ممتلكات الملك عبد العزيز قضي على تلك الأمور كلها، وأصبح الملك عبد العزيز وأبناؤه من بعده يحضرون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في العشر الأواخر من رمضان، وأيضا يشرفون بأنفسهم على أداء مناسك الحج، بل يحجون أيضا في معظم سنواتهم سني عمرهم. وبالتالي نلحظ الاختلاف الكلي والاهتمام منقطع النظير بهذه المنطقة أو بالمدينة المقدستين على وجه الخصوص وبكامل طبعا بلدنا الغالي. أختم بنظرة سريعة حول ما ذكره الزميل معالي الدكتور فهد ما يتعلق بالنظرة الموضوعية أو المنهجية لتدريس التاريخ. أنا دائما أقول يجب أن ندرس التاريخ بمنظار الحاضر والنظرة أيضا للمستقبلية، فننقل لتلاميذنا وطلابنا الحاوية التاريخية الماضية
لكي نستفيد منها في إصلاح حاضرنا واستشراف مستقبل زاهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. شكرا دكتور عبد الله. معالي الدكتور فهد، المعذرة للمداخلين الباقين، الآن انتهى الوقت وأخذنا منه 5 دقائق. نتمنى إن شاء الله من المداخلين المتبقين أن يكتبوا توصياتهم أو ما يريدون في ورقة، وسوف تعرض على معالي الدكتور فهد وعلى الأستاذ بندر. وشكرا لكم، بارك الله فيكم. شكرا. حفلنا الكريم، نستأذن ضيوف هذه الندوة بالبقاء على المسرح قليلا، كما نستأذن سعادة رئيس جامعة الطائف بالصعود على المنصة لتكريم ضيوف هذه الندوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يعني قبل أن أتي للتكريم، أود أن أشكر كل الزملاء والزميلات والطلاب والطالبات وموظفي ومنسوبي الجامعة على هذا الحفل الرائع. هم الذين يعني نسقوا، وهم الذين بذلوا من وقتهم الغالي والرخيص وقضوا الساعات الطوال في ترتيب هذا الحفل وإخراجه على هذه الصورة، فلهم مني كل الشكر والتقدير. والرسالة الثانية أن اليوم المتحدثين غلبوا الصيادلة، ما شاء الله تبارك الله، الندوة كانت أكثر من رائعة، وفعلا يعني ركبوها تركيب كيميائي أحسن من تركيبات الصيادلة، وأخرجنا يعني قنينة من الشراب ولله الحمد. أشكر معالي الدكتور فهد، الأستاذ بندر، والدكتورة لطيفة. أولاً، معالي الأمين العام لدارة الملكة عبد العزيز الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الله السمري. ثانياً، سعادة الأستاذ بندر بن عبد الرحمن بن معمر. ثالثاً، سعادة المشرف على مركز تاريخ الطائف الدكتورة لطيفة العدوان. شكراً لحضوركم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.